محمود اللي بيتهم بالسوق ولدت الحمد لله جابتهم خزيت العين توم الله يحمي الشباب ويردوا سالمين نايمين باذن الله امين يا رب. دخيلك شو راح يصير عليهم؟ يعني الشباب ما بينخاف عليهم؟ لك نيالك على القلب، شلون ابنك بالحرب وبالك ماله مشغول عليه؟ ايه اخي ما راح معه. ايه والله ابني ضعفان يقبر قلبي، لا أدران لا يروح ولا يجي، بس طول الليل طول الليل عم يطج ويركع ويدعي لهم. ها ها من هيك مبرد قلبك وما على بالك شي حبيبة قلبي. شوفي أنا رغم إنه ابني ما رح محوم لكن مالكن يمين علي، وصدقوني يا جماعة إنه قلبي عم يشعل نار عليهم. إلهي يا رب، إلهي وسيدي ومولاي، ترجعنا ياهم بالسلامة. قادر يا كريم. آمين يا رب آمين. والله طول الليل طول الليل عم طج واركع وادعي لهم. قال مبرد قلبي، قال اعوذ بالله، والله كلهم بسعر ابني. بس يعني قصة رويدة واخوها رجدي عامي على قلبي عمي. ليش شبه رويدة؟ يعني خلي الطابق مستور، الله يستر على حريماتنا. يو شو القصة ام صفوان؟ رويدة حلبت. يا ماما انت شو بدك من هالحكي؟ ايش بدك ياهم ما يعرفوا ويضلوا هيك مثل ما قال المثل، مثل الاطرش بالزفه؟ صلاة محمد يا ام صفوان تحكي، والله شغلتي لنا بالنا على رويدة. يوه يعني العقيد ابو فهد ما حكى لكم؟ لا يا ماما، العقيد ابو فهد ما بيحكي شيء بيصير بالحاره، وخصوصا اذا شغله بتخص الحريم. احكي يا ام صفوان احكي. رح احكي لكم بس أمانة بصلاة محمد ما بتجيبوا سيرتي. لا 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 رويدة هربت. يلا يلا طيب هربت؟ يضرب قلبي عليها المخلوقة شو معترة، ما لها حظ يا حسرتي ما لها حظ. وليش لتهرب؟ حدا ضايقها؟ أعوذ بالله، مين بده يضايقها؟ ولي على قلبي رجدي بالسجن وعبده يا دوبه يا دوبه، بيته ومرته وشغله. إيه والله والله ما حدا بيعكر لها مي من يوم ما مات جوزها واجت على بيت اهلها. الله وكيلكم الله وكيلكم، بنتي عاملت لها خدامه. لوين راحت؟ ما بعرف. ابصر يا ما تحت السواهي دواهي. شو قصدك ام صفوان؟ مو قصدي شي، ليكي تقبريني، انا عندي حريمات الله يخلي لي اياهم وما بحط حدا بزمتي. اي والله. لا يا ام صفوان حرام عليكي. يو ما حكيت شي، قلت لك انا عندي حريمات وما بحط حدا بزمتي. يلا يلا انت وياها. يا مو احكي لهم كيف وافقت تتجوز. لك اخرسي بلا لعي، ما بدنا مشاكل. وافقت تتجوز مين؟ ما حدا، نحن ما دخلنا بهالقصة. يلا يلا انت وياها. قال مثل ما قال المتى، أهلك لا تقربهم بيقرسك عقربهم. أصلاً طب الجرة على تمها البنت بتطلع لأمها. تفضلي تفضلي فتحة أفندي. يلا استودعناكم. مع السلامة. وينك وينك؟ أختي صفوان أختي صفوان. روحي لقلك والله لأدعي لك إلها من جوال قلبي إنه الله يطعمها ولد يفرح قلبها وخاطرها. يوه الواه هي وشها حبل ولادي. شرفتوا يا مرشد. وينك أختي؟ خديها لعند فردوس كنتنا. يي شو بدها تساوي لفردوس؟ يي الله يصلحك على هالحكي، لك فردوس مغاوي تلقي جبل لجبل اللي بدها اياه بصير. يو فردوس. ايه فردوس فردوس اللي معجبتك انت، روحي وجربي. شو بها فردوس؟ يبعث لك حمى تسلقك شو كتارة غلبي. يلا خاطرك ام نصري. مع السلامة ام صفوان. سحر. ايه سحر. يو شو العمل هلا؟ العمل انك تروحي على تربة باب الصغير وتدوري على القبر اللي قلت لك عليه، تحفري جنبه من ناحية القبلة بتلاقي السحر هنيك. ولي على قامتي بدي روح على التربة؟ والله ما بسترجي روح على التربة لحالي، معلش اخذ جوزي معي. ايه معلش معلش. ام صياح الله يخليكي، كشفي لزكية. زكية خليها ليوم التنين، أنا ما بكشف إلا خميس وتنين، وأخي شمروخ عنده شوية شغل هلأ مانو فاضي.
ايه دستور من خاطره ليوم التنين ليوم التنين على راحته. لا 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 ام صفوان ما بدنا شيء منك اعوذ بالله. لا بدنا بدنا. تسلمي تسلمي. والله اذا التقى السحر الكن علي حلوان مرتب، واذا الله كرمنا وحبلت سلمى الكن عندي خاروف. يلا يا بنات. يو مرت عمي طولي بالك لسه جماعة ما ضيفونا. بعت لي حمى والله نسيت لا تأخذوني. عدوا شوي لساوي كاسة شاي ونشربها كلنا سوا. لا والله ما بتساوي شي، بدك تتنطي في انت. قال مثل ما قال المثل يا محلاها ضيفة. لا تملي قومي. وهي صيغتك صارت عندي والوراق عندي، لك بس شو الفايدة إذا أنت كلك مالك عندي؟ وأنت يا بطاح أفندي قلنا لحالنا متى وارتحنا منك. الله يجمعكم بنار جهنم يا حق. ليه خير شو في؟ فوت البيت وامشي معي. لوين؟ هلا بعدين بتعرف. فوت البيت. لا ما حذرتي، ما راح البس من غير ما اعرف لوين رايحين. يا بي بدي تاخذك على التربه. على التربه؟ لك ايه على التربه. فوت البيت. يا بي ليش خايف؟ ايه على التربه. ماني خايف. فوت. شيء لقيش التربه؟ و منينك اشتل هالتربه؟ شو عرفني؟ وينه؟ لك طلع على الكل شاهدة. يا عم اطلع. هذا شو؟ ها؟ هذا هو. أكيد هذا هو؟ إيه هذا هو. يلا حفير. يلا هاتي هاتي شاكو. من ناحية القبلة. أيوه القبلة القبلة. وين صارت القبلة؟ هون هون عند راس الميت. يلا حفير لشوف. يا الله أكيد هون. لك إيه هي قالت لي مناح القبلة. ايوه ايوه هذا هو هذا هو السحر. هات لشوف. إيه والله قلت لك المرة ما بتكذب. لك الله لا يوفق، لك الله يصطفل فيهم، الله يحرمهم من نظرهم وعافيتهم. لك حاج ادعي بقى حاج حرام عليكي. مين بقى اللي حاطط لنا السحر؟ الله اعلم شو عرفني. ايه بس انا عرفتها. عرفتيها؟ ايه. مين وهي؟ اختك موضاح ما في غيرها. لك حاج بقى خلصت بقى تقولي اختي موضاح، تركت لك الحاره كلها مشان تخلص من لسانك وما خلصت. لك يا حاجه بقى انت شاطر بس تدافع. روح يا